يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. مثل ما بنعرف نحن هلا بفصل التغيرات الجويه، كثير بتاثر هذا الموضوع على البشره وصحه البشره. كيف ممكن نحن نعتني ببشرتنا وما نخلي هيدي التقلبات الجويه تاثر علينا بزيوت طبيعيه موجوده بكل بيت؟ بيسعدني يكون معنا بالاستديو السيده رنيم عروس، وهي ماجستير بالتغذيه، لتعرفنا اكثر عن تفاصيل هذا الموضوع واستخداماته. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. صباحك. هلا بدايه ممكن توجهتي لغير اهتمام بمجال دراستك بعلوم الهندسه الزراعيه، اذا بدنا نحكي عن اهتمامك بهيدي المستحضرات، يعني كيف بالبدايه يعني خلقت عندك هيدي الفكره؟ هلا بدايه الشخص ما فينا نحدد هدفه من بدايه حياته، بس تجتمع عده عوامل هي بترسم لك هدفك. أنا كشخص ما بحب أتعامل مع الأدوية، ما كتير علاقتي منيحة مع الأدوية، فلما بدي أتعرض لأي مرض فكنت ألجأ للمواد الطبيعية. تاني أنا ما بشرب مي بكميات منيحة، هذا الشيء سلبي، فكان يعمل لي مشاكل بالبشرة، فكمان أضطر إني أنا أعالج هذا الموضوع، والقدر أخذني لكلية الزراعة. لما دخلت بتخصص علوم التغذية فشفت تراكيب كيميائية، تفاصيل دقيقة كلها نحن بحاجتها بشكل يومي، فينا ناخذها بمصدر طبيعي، ووظفت هذا الشيء بمنتجات طبيعية ممكن تفيدني وتفيد الآخرين. يعني هي القصة بلشت من تجربة شخصية، بعدين انتقلت لمشروع منزلي. نحكي عن تفاصيل يمكن البدايات، كيف بدأتي بمشروع، كيف بلشتي تسوقي لهذا المشروع، مين شجعك؟ هلا استا كلمة مشروعي نوعا ما كبيرة، مشروع منزلي صغير، خلينا نقول صغير. قلت لك الأول كمان إضافة لهالعوامل هي إنه ثقة المحيط فيني، إنه أي مشكلة يتعرضوا لها يلجأوا لي. بلشت بالبرامج التغذوية، تنحيف، تسمين، حتى هيك شوي جربت بتحديد جنس المولود، يعني كان في عندي تجارب بسيطة بهذا الموضوع، الحمد لله كلها نجحت. فصارت تلجأ للصبايا أكثر، كل ما صار عندك إقبال أكثر صار عندك شغف أكثر، تبحثي أكثر لحتى تكون عندك أرضية ثابتة لحتى تنطلقي منها على هذا الأساس. وبلشت الحمد لله، يعني كان عندنا المصادر إنك تجيب المواد بالمصادر موثوقة، ما دائما تنحظي بمصدر موثوق، تجربي كذا مكان لتوصلي للنتيجة الصحيحة. كمان المعدات، العبوات، يعني ما بيخطر على بالك انه هي كنا نحكي عن طبعا المستحضرات وانواع اللي حضرتك انت بتركبيها، لكن يعني خلينا نقول اذا هيدا المشروع كان خلال تجربتك الشخصيه وحاجتك، وايضا المجال الدراسي ساعدك بتركيب كيماويه تعرفتي عليها، لانه اذا بدنا نحكي عن مستحضرات تجميل وشيء بنحط ربما على البشره او على الجلد فهو بحاجه الى دراسه وبحاجه الى دقه بحيث تركيب المواد. اذا بدنا نحكي عن المواد الاوليه، تذكرتي انه هي متوفره، هل هي موجوده يعني بكل منتجات اللي انت حابه تصنعيها؟ اول شيء خلينا نتعرف على المنتجات اللي حابه تصنعيها، ثم المواد والزيوت المستحضره. مرطبات للبشرة، مقشرات للشفاه، للسواد حول العينين، للأظافر، للشعر، فحسب كل المشكلة وشو المادة. كما يتعلق بالتجميل بتحب البنات بيجذب الكل، فأنت لما بتعرفي شو هي المشكلة بتحددي أنت لكل منتج في عندك قاعدة بتكون كذا زائد كذا زائد كذا، هي القاعدة الأساسية وأنت بتلعبي فيهم هون، بس مقادير معينة ثابتة، فأنت بتحدد شو الريحة اللي بتجذبك أكثر، شو المشكلة الأساسية أنت عندك بتزيدي شيء على حساب شيء، بهيدا المبدأ. تمام. هي يمكن كمان القصة بتدعي عيارات معينة، مقادير معينة مثل ما ذكرنا، يعني نسب معينة لازم كل مادة، حتى في أشخاص بيتحسسوا من مواد معينة ممكن نعمل لهم خلطات خاصة فيهم. تمام. الصبي بتجي لعندي بكون انا حذره بهذا الموضوع، انه كوني معي شفافه في اي مشكله في اي شيء، اول شيء نجرب على ايدنا قبل ما نحط على وشنا مشان ما يكون عندنا اي مشاكل ثانيه. لما بتعرفي هي المواضيع بتشتغلي عليها، بس في زيوت فيني استخدامها بشكل كالمصدر يعني بدون اي اضافات بيكون لها فوائد كثير رائعه على بشر ما بتعاني من اي مشاكل. عم شوف هذا الصور، تحكي لنا عنه شوي، كيف عم بيكون استخدام بعض المواد؟ فنحن بحاجه، انا بالنسبه لي بعتمد على الميزان الرقمي، تكون الارقام دقيقه، مثلا احيانا بيكون عندك 500 جرام، 2 جرام، نقطتين يعني بالاضافات، فهي كلها تلعب دور. تمام. بالبلاندر بالخفق، هي زبدة الشيا بعملها بالحمام المائي، أو شي باخذ المقادير بعدين بدوبها بحمام مائي، بتحطي لها الإضافات اللي أنت حاببتيها، بترجع بتجمد لحالها بيطلع عندك منتج صلب فيك تستخدمي أنت ك
بلاندر ككريم للايدين. حلو. هلا عم شوف نحن يعني مثل ما ذكرتي انه هو فعلا بحاجه لتركيز والدقه. المواد الاوليه، خلينا نحكي عن المواد الاوليه، كيف بتحصلي عليها وهل هي جميعها متوفره؟ هي متوفره بس ما بتكون بنفس الصفاء، لانه هي ماده اوليه لازم تكون نقيه. فانا جربت كذا مصدر لحتى وصلت للمصدر الاساسي او الاصلي. الاصلي تماما، انه النظامي ما يكون فيه غش، يكون مستخلص بطريقه صحيحه وما في عندنا بكتيريا. يعني كمان انت في عم تستخدمي انت بجو منزلي بدك تكوني حذره، ممكن يكون عندنا فيه تلوث كذا، فتجيبيه يكون نظيف. لانه مكان مخصص تماما يعني، وانت يكون عندك البيئه عم تشتغلي فيها كمان نظيفه. صحيح. تمام، هون هيدي النقطة كتير مهمة لكل اللي بيشتغلوا بهذا المجال، إنه أي تلوث معين ممكن يؤدي نتيجة عكسية للكريم. تمام. اللي ممكن نحن نستخدمه. هذا الموضوع يعني قد ايه أنت حريصة عليه وشو الأساليب اللي بتستخدميها لحتى تعقمي؟ يعني هلأ مثلا ملاحظ بعض المعقمات ممكن تأذي البشرة أو ممكن تأذي الإيدين، فنحكي عن هذا الموضوع. هلا لما بحضر بحاول اني استخدم انا كامل الكميه بالعبوه الاساسيه، اني حتى بظبط المعايير والوزنات بحيث اني استخدم كل الموجود عندي بتركيبه واحده. يعني انا من عبوه لعبوه ما تنفتح العبوه تستخدم اكثر من مره ويصير عندي فيه تلوث. طبعا اضافه لتنظيف المكان المحيط بالمعقمات وتكون نظيفه عقيمه بشكل تام، والهدوء. يعني مثلا مساء بالليل على هدوء على رواق على جيه الكهرباء واحد يشتغل، و والتركيبة بشكل متواصل ما انك تفصلي بيناتهم. حتى حفظ المادة، حتى حفظ المادة بدرجة حرارة معينة ممكن تنحفظ او ممكن تفسد بدرجة حرارة معينة؟ لا، فيك هلا في حافظ اسمه مثلا اكسيد الزنك، انك هذا تجيبيه من الصيدلية وانت تضيفي، يعني هذا امن استخدامه. بس لما بعرف انه انا الصبية بدها مثلا كمية قليلة ما رح تطول عند المادة، فانا بحاول اني ما استخدمه لهيدا عشان انه انا اكون استخدمت شيء طبيعي 100%. يعني ما انا ما بخزن عندي المنتجات، أنا حسب شغل الصبايا بحاول كميات قليلة وفوراً إنه فوراً الصبايا يستخدموه. هيك أفضل يعني. تمام. أفضل إلي وإلهم. تماماً للمنتج. خلينا نتعرف على أنواع المنتجات الموجودة معك هلا واستخدامهم، ويعني إذا كان في معالجة أو يعني ليش هن مصنعين؟ تفضل. هلا بداية الطقس نحن هو بيفرض علينا. هلا الطقس جاف. جاف تماماً. بامتياز. فنحن فينا نعمل المقشرات. المقشر يكون بعضه مرطب. فهذا الاساسي يعني لكل البشره. هي مقشرات طبيعيه، ما في اي مواد كيماويه؟ لا ابدا ما فيها. مثلا هيدا الكريم هيدا بيعتمد على دم الغزال الماده الاساسيه فيه لتشققات الايدين والرجلين، وبيستخدم كبلاندر بيعطيني احمرار للشفتين والخدود. يعني كثير حتى لونه كثير حلو وريحته كثير حلوه، لونه احمر. حلو. فتواظبي عليه انت بشكل يومي بيعطيكي هالاحمرار على اطراف الاصابع، على الشفتين، على الخدود. الوردي هيك يعني بيطلع شيء ظريف. هيدا تاعت اللي بيسموه المكياج الشتوي. بيزبط هيدا مو بيعطيكي اياه بشكل طبيعي. لانه بالشتوي بالخريف تلاقي انه لون الجلد ممكن بيختلف، يعني نتيجه تغيرات المناخيه اللي بتطرق على الجلد، فبصير كل هيدي الامور. خصوصا هلا يعني نحن بهالفتره هي، فصارت السيده عامله وعم تطلع بشكل دائم من المنزل وبفترات طويلة، فأنت عم تعرضي للجفاف لساعات كتير طويلة، فأنت لازم تحمي بشرتك. حتى جمالية القصة يعني كمان ما كل الوقت قادرة السيدة تكون عندها هيدا الوقت لتحط مكياجها لتظبط أمورها، فممكن هيدا الموضوع يساعدها هيدا شوي. تمام، يساعدك هيدا الشيء. لا أنا خلص أنا ما عاد حد إنه يعني بتخفي من المكياجات وبتخفي من المواد الكيميائية والإرهاق للبشرة. يعني المكياج كتير مرهق. تمام. والمسا لازم ننظف البشرة كتير كتير منيح من المكياج، ومفضل يكون مزيل المكياج يكون كريمي مو جيلي، لأنه الجيل بيزيد الجفاف بهذه الفترة. فلا يكون كريمي بيكون أرطب للبشرة. تمام. واستخدام الزيوت كمان المسا كتير مفيد للبشرة. تمام. المواد الثانية هيدا ماسك للوش أساسه عسل الحمضيات وزيت الجوجوبا. كمان هذا الماسك بيعمل لي تغذية للبشرة، يعني استخدمه أنا مرتين للبشرة بيعطيها نضارة وبشدة. هيدا مرتين باليوم؟ مرتين بالأسبوع. بالأسبوع. ماسك، لأنه هيدا ماسك. تمام. هلا هون مننوه إنه مواد العسل دائما بيكون في أشخاص بيتحسسوا من العسل، فضروري دائما نعرف شو مكوناتها للماسك أو للعبوة أو للتركيبة، فعم تكوني عم تسجلي مكونات. تماماً. لكن إذا عندي الأرقام بالدقيقة، فأنا عندي كتيب صغير دفتر بسجل عليه ومحاذير استخدام لكل منتج. يعني بتعرفي حساسية العين إنه عشان ما يدخل شيء لجوا، خلاص هي استخدام خارجي.
تماما. ايه فبكون هذا بكون لكل منتج له محاذيره. تمام. هيدا كريم شتوي، هذا انا كثير انا بحبه لهذا الكريم. بيعتمد على زيت الدراق، زفت كان شو مريح. كيف يعني كريم شتوي؟ اذا خلينا هلا نميز انه كريم شتوي شو ممكن يساعدنا؟ هيدا الكريم الشتوي انه بحب ريحته بيعطيك هالريحه الحلوه والترطيب للبشره المساء كثير كثير حلو يعني. تمام. رائع وبتحسي بالدفع يعني بهالريحه الشتويه الدراق كثير كثير رائع للبشره. هيدا من شو مصنوع؟ اساسه من زيت الدراق، زيت الدراق وفي نسبه فازلين مرطب للبشره، وزيت الجوبا كثير مغذي كمان للبشره. هيدا حلو بس في كثير الصبايا يعني ما بيعملوا اي مشاكل. هيدا شو؟ لا هيدا مثل الساعه، هيدي خلطه زيوت، هي زيوت كمان لتغذيه وترطيب البشره. اساسه زيت الورد، يعني هذا اللون الاحمر يعني عنده زيت الورد، واكلي الجبال كثير هيدي مغذيه للبشره. شو بيساعدنا؟ هذا بيشد البشرة وبيعمل بيقلل من التجاعيد بآخر ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء. في شيء مثل القطارة؟ هيدا كنا مستخدمين بفترة واقية الشمس، طبعا نحن بهالفترة بنستبعد واقيات الشمس، بنقول نحن صرنا بالشتاء ما بدنا واقيات الشمس، وهذا الحكي مو ضروري ابدا. نحن لازم نحط واقيات شمسية، والزيوت هي افضل شيء. زيوت واقية شمسية؟ لا زيوت واقية، عندنا زيت السمسم رائع كواقية شمسي. هلا نحن متعودين عليه او مثل ما بنعرف انه اي زيت على الوجه وطلعنا بالشمس ممكن يسبب لنا حروق. لا هو هذا بيعمل عندك شيء اسمه الاس بي اف، هي درجه الحمايه، فكل زيت له عنده درجه حمايه معينه. بس هو نحن بيختلف اني منظره، احنا متعودين انه مو ممكن زيت. هيدا اكثر هي اول مره يعني تركزي عليه. ايه تماما هيك تركيب. تمام. لسه في تركيبات ثانيه قلتينا؟ عفوا بس قبل ما نخلص، بيعمل حمايه قد ايه هيدا؟ هلا بكون احنا هلا بالشتاء بنعمل حمايه لل 20 30، وبالصيف يستخدم؟ بالصيف ما كثير بينفعنا، بدنا فوق ال 60 70. فوق ال 60 فما بيكون بشكل زيوت؟ لا بنحاول نكون كريمي. كريم بس الآن هي مو منيحه، لانه هلا عندنا هالقشور القويه، بس عندنا خروج برا البيت يعني. تمام. اذا هيدا بس بالشتويه وبيعمل حمايه 20. تمام تمام. دائما يعني استخلاص الزيوت هو امر يعني صعب، هل ممكن اي ست عاديه تكون قادره تستخلص زيوت من الاشياء الطبيعيه اللي بتكون موجوده عندها، او صعبه العمليه بتكون؟ لا مانا هي صعبه، هي بدها عامل وقت وبدها الدقه. يعني انا صراحه ما انا اللي بستخلصهم، انا بجيبهم من مصادر موثوقه لان انا ما عندي هالوقت. فبس الصبيه اللي حابه عن جد تكون حالها اكثر وتقوي حالها، ممكن انا مستقبلا استخلصهم انا، يكون صار عندي مساحه من الوقت اكثر اني يعني انا استخلصهم. بده بس الموضوع دقه وبده عامل وقت، انه انت بدك تجيبي مثلا زيت الورد وتحطي فيه الماده الفعاله وتتركيه عامل وقت عشان ينتقل الماده الفعاله على الزيت اللي انت مستخلصتي فيه. يعني هي يعني هو الزيت طبيعي. معلومات تماما، هي معلومات لانه يكون هي عندها اراده يعني هلا نحن في صبايا بتشوف تماما، في صبايا بيكون دارسين شيء وبيكونوا حالهم بهيدا المجال، انه وحده تطور حالها بدورات هلا الدارجه يعني اللي بيقولوا. تماما. بتتعب الصبيعه حالها بتلاقي نتيجه. تمام. خلينا نعرف اراء الناس اللي عم يستخدموا منتجاتك، وين عم بتسوقي حتى؟ هلا قلت لك التسويق اللي صار مبدأه انه محلي، يعني زملائي بالوظيفه، المحيط اللي انا عايشه فيه. بتعرفي صبايا، صبيه بتقول لصبيه، ف انا ما بتعامل بموضوع النت، قلت لك الوقت ما كثير بايدي، فلا الصبيه هي بيجوا لعندي على طلب الصبايا بخدمه. خاطر في مشاكل الشعر هلا بهالفتره كمان بتشوفيها كثير كبيره، على الجفاف، على فروه الراس عنا بتنشف. وفي صبايا متعودين انه احنا بدنا نحمم شعرنا بشكل يومي، وهذا الشيء كثير غلط. بفتره الشتاء انت عم تخلي الزيوت تروح من الشعر، انت عم تضري شعرك، عم تضري فروه الراس، عم ينشف. عم ينشف تماما. فانا بستخدم مثلا ممكن زيت دافي، زيت جوز الهند، انه وقت تسخني وتفركي فيه فروه الراس بترجع بتعطيها حيويه. حلو. تمام. كمان للشعر يعني بتصنعي منتجات ومستحضرات؟ خلطات للزيوت. طب هيدا الشغل بده وقت يعني منك بالبيت؟ طبعا بده وقت، بده التركيز يعني، قلت لك انه تكوني انت كان عندك كميات كبيره مثلا، ايه انه تكون عندك وبدك تركزي بالمعايير، انه انت كما زادت عندك الكميه بتختلف الارقام الثانيه، يعني كلها هي سلسله مرتبطه مع بعض. قد ايه لك عمليا بهذا المشروع؟ خلينا نقول المشروع الخاص فيك. تقريبا هلا صار لي شيء سنه ونص. سنه ونص.
تمام حلو. فكرتي توسعي مشروعك اكثر، يعني يكون في اشياء اكثر مثلا موجوده؟ مثل ما ذكرتي يمكن البشره اكثر من نوع، الشعر قد ايه كم نوع ممكن انت تجهزي؟ هل في انواع الشعر مثلا ممكن يكون مصبوغ ما بيناسبه الانواع العاديه؟ فهذا الموضوع له تفاصيله كمان مثله مثل البشره. هلا نحن بننبه باساسيات انه موضوع الـ الشعر ككل، يعني انا اقول لهم انه قلل الاستحمام واستخدم بلسم دسم. هلا انه البلسم يكون عندي كثيف، ما يكون ناعم انه خفيف. فانا بس عم بتقلي ولا انه بتعرفي انه كلمه مثلا كثيف فانت بدك تدفعي رقم اكثر للمنتج اللي انت عم تطلبي. لا انا فانا بجيب المنتج اللي عندي، اعطيني البلسم اللي عندك، نقطتين مثلا زيت جوجوبا، زيت اللافندر مثلا، وبتاخذ يوم تستخدمي، فانت دعمتي المنتج اللي عندك وفتي شعرك. هيك يعني طبعاً. اي صبيه ممكن ما تكون قادره تشتري هيدا المنتجات تجيب نقطتين بس فقط؟ ايه حسب العبوه طبعا، حجم العبوه. ده كل مثلا 100 ملي قد ايه ممكن تحط؟ نقطتين لحد ثلاثه 100 ملي. تمام. هلا كمان بدنا من حضرتك، خلينا نقول هي تشجيع ورساله اليوم لكل سيده، لكل امراه، لكل صبيه حابه يعني يكون عندها هيك مشروع صغير، شو بتحبي تنصحيها اذا كان بهالمجال او بغيره؟ هلا بنصح الصبايا ككل انه خاصه بعد فتره التخرج اعملي كورسات بكل شيء. يعني عملت كورسات برمجه لغويه عصبيه، عملت كمبيوتر، عملت تغذيه، عملت تجميل. انت بعدين بتشوفي حالك انت وين. ما شاء الله حلو. يعني الصبيه ما خلص، ما خلصت الحياه انه انا خلصت تخرجت وتوغزيني تزوجت ورحت على البيت وخلصت الحياه. لا شوفي حالك انت وين، انه اثبات الذات حلو. يعني مو انا بالنسبه لي كان الموضوع هو بس مجرد اثبات ذات، انه انا بدي اثبت حالي. تمام حلو. ضروري بهيدا الايام يكون في عمل يعني خاص بالسيده، ما بس الوظيفه، يمكن في سيدات كثير قاعدين بالبيت وعم بيبحثوا عن فرصه عمل، فهيك مشروع ممكن يكون بدايه جيده لهم. صح. هلا الصبايا الاغلب اللي عم باخذ منهم انه ما بيكونوا موظفات، واذا بدك في منهم اشخاص انه ما لهم دارسين، بس ستات كبار بالعمر ومشتغلين على حالهم وعم يعرفوا. حلو. وانت حضرتك مثال حي، يعني خلينا نقول موظفه بنفس الوقت ما حبيتي توقفي عند انه خلص وظيفه، في عندك كمان حلم او مشروع او هوايه كملتي طبعا بهيدا الموضوع. ان شاء الله يا رب التوفيق لهيدا المشروع ويتوسع اكثر ونشوف فعلا انه معرض خلينا من هيدي المستحضرات. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير لكم. يعني هلا خلينا نقول كمان لاي حدا بده يتواصل معك، ما فقط يعني من المقربين، ما في شيء صفحه على صفحتي هي نفسها ريني الصفحه نفسها. الصفحه نفسها. اوكي وفاء يا رب شكرا كثير لك، شكرا لحضورك معنا. شكرا كثير لكم ويعطيكم العافيه. شكرا لك، نورتي صباحنا. اهلا وسهلا بحضرتك.